جندي جندي، ايه البصه دي يا جندي؟ الجندي واحد من نجوم النادي الاهلي. عايز اقول لك مليون مبروك، موسم كامل بنحقق البطوله، وادي ادي الروح. هو ده النادي الاهلي، وهي دي روح جماهير اللاعبين النادي الاهلي. في البدايه عايز تقول ايه لعمر طارق؟ عمر عايز تقول لهم ايه؟ بقول لهم كلكم مبروك، كلنا رجاله، ما فيش نجم الفريق، كلنا كنا ابطال، كل موت نفسه لاخر ثانيه لعبنا النهارده عشان خاطر جماهيرنا. الحمد لله موسم تاريخي، قدرنا نكسب كل البطولات اللي شاركنا فيها. بنوعد جمهورنا لسه ما شبعناش، ان شاء الله لسه جه افريقيا، وهنعمل كل الجمهور ان شاء الله بيحلم بيه. ان شاء الله جيل تاريخي، ولسه مكملين، لسه ما شبعناش، الجاي بتاعنا ان شاء الله. الماتش اللي فات زعلت الجمهور، لكن الجمهور كان واثق فيكم، كل الدعم كان موجود، مجلس الاداره النهارده موجود، الكابتن رؤوف عبد القادر، الكابتن خالد العوضي، الجميع وراكم. ابن جنه امبارح الاوتيل وكابتن خالد العوضي وجم وادونا دفعه معنويه، قالوا لنا انتوا عاملين موسم كويس، بس لازم الدوري. الدوري الجمهور كله عايزه، بقى له غايب عن النادي كتير. الحمد لله قدرنا كلنا كل اللعيبه اللي لعبوا وما اللي ما لعبش، اللي بيكسب الدوري بيبقى اكتر فريق نضيف، بيحب بعضه، عنده روح، والحمد لله ده كان موجود عندنا السنه.